مشاهدينا منرحب فيكم من جديد ورح نحكي عن أسبوع دبي للتصميم يلي اختتم أمس، وهو طبعا فعالية سنوية مميزة بتحتفل بالإبداع بالابتكار بمجال التصميم داخل دولة الإمارات العربية المتحدة. بنسخته الخامسة لعام 2024 اختتم فاذا هالمعرض. طيب، تركز الاعمال المعروضه على تقديم تصاميم تعكس شغف المصممين وايضا رغبتهم في خلق ملاذات هادئه جماليه في عالم طبعا سريع التغيير، ويهدف ايضا المعرض الى تسليط الضوء على الجوانب الفريده في التصميم المحلي من خلال تقديم اعمال تستلهم من الهويه الاماراتيه وايضا تتماشى مع التوجهات العالميه المعاصره، ويشجع على الحوار بين المصممين وجمهور لاستكشاف الأبعاد الجديدة في المواد والأشكال، وأيضا يسهم بدور بارز في تعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية للإبداع. معنا بالاستوديو لينا غالب، مصممة بمعرض مصممين من الإمارات. صباح الخير. صباح الخير، اهلا وسهلا، شكرا على الاستضافه. اهلا وسهلا فيك لينا. اذا بدنا نرجع على البدايات، ما الذي اخذك الى عالم التصميم وكيف بتعكس تصاميمك الابداع والتطور يلي عم تعيشه دوله الامارات؟ طبعا انا درست في الجامعه الامريكيه في الشرقه، بس درست التصميم الداخلي. نعم. لكن لما تخرجت كنت حابة أن أنا أشتغل في تصميم المنتجات والأثاث لأن بحب الدقة في التفاصيل، فاشتغلت مع مصممة إماراتية اسمها الجود لوتا لمدة 7 سنين، فتعلمت كتير عن الثقافة الإماراتية والعادات والتقاليد في الإمارات وكيف أن الواحد يقدر أن هو يصمم يعني بناء على الثقافة، وأن إحنا نساعد الناس أنها تفهم الثقافة أكثر من خارج الدولة أو داخل الدولة. نعم. بطريقة معاصرة يعني. حلو. طيب لينا، شو اللي دفعك لاختيار المواد والأشكال اللي عرضتيها في المعرض؟ أنا في معرض دبي للتصميم ومعرض المصممين بالإمارات استخدمت مادة أنا بشتغل عليها اسمها بلايبون، هي مادة خشبية مستدامة مصنوعة من جريد النخل، وإحنا صرنا من تقريباً من 4 سنين بنعمل المادة دي من لما اشتركت ببرنامج اسمه تنوين في تشكيل. ففي هاي السنة حبيت إنه إن أنا أشوف كيف أقدر يعني أعمل أشكال أكتر بالماتيريال، وإزاي أقدر أوجه يعني التصميم لشكل مستدام بطريقة يعني تنطبق للعالم العربي. فهو المنتج هو علاقة ملابس على الحائط، فهي يعني هو منتج غريب بالنسبة للعالم العربي والإمارات، لأن إحنا مش بنحب نحط علاقة الملابس في مدخل البيوت أو مدخل الفلل، لأن عادة بيبقى شكلها مش مرتب. فأنا حبيت أنه أصمم علاقة الملابس يكون شكلها جميل، وفي نفس الوقت أنه الفنكشن يكون ما يأثرش على اللبس، لما الواحد يقدر يعلق مثلاً العباية الجاكيت وما يأثرش وما يعملش أي إشكال في الفابريك. أوكي. فهي دي كانت الفكرة، إنه إزاي أنا أقدر أدخل الموضوع ده في عندنا في العالم العربي، لأن هو عادة علاقة الملابس أو اللي هي تسمى الكوت هانجر شيء موجود دايما عند الأجانب أو هي ثقافة أجنبية. صح. ثقافة أجنبية أكتر بالضبط. نعم. وإحنا عادة مش بنحب إن أي مدخل البيوت يبقى شكله مثلا غير مرتب. فكنت بحاول أدمج بين إنه كيف أقدر أدمج بين الفانكشناليتي وكمان إنه شيء يكون شكله جميل في مدخل البيت، لكن يساعد الناس بحس إنه إذا هم حابين يشيلوا الغطرة أثناء على الدخول، أو عندهم مثلا زوار حابين يحطوا يعلقهم عليهم الشنط أو العباية أو الجاكيت بتاع السوت، زي ان هم يقدروا يعملوا ده، وفي نفس الوقت اذا هي مش بتستخدم بيكون شكلها جميل. طيب ذكرتي حضرتك انه هالامر مش معتادين عليه نحن بالعالم العربي، كيف كان الاقبال على التصميم يلي عرضتيه؟ هي احلى حاجه كان الناس ما كانتش عارفه هو ايه، ولما شرحت لهم التصميم نفسه حبوه بشكل انه اول مره يكون للتصميم علاقه الملابس بشكل هم يقدروا يتقبلوه بشكل جميل ويكون متناسق مع التصميم الداخلي العام اللي بنشوفه في الفلل وفي البيوت هنا في الامارات. فكان الاقبال الحمد لله جيد، يعني في ناس كثيره حبوه، في ناس كثيره كانوا عايزينه، وهي الفكره انه هو قطع مجسمه فممكن تركبي وتشيلي وتحطي زي ما تحبي،
شعبي. ممكن تعملي كاستمايزيشن او تخصيص أيوة. حسب ديكور المنزل، حسب الرغبه وحسب المقاس. فهو مش شرط انك تاخدي كل القطع مره واحده. أوكي. بس حسب الرغبه، حسب كم شخص في البيت، ومش ضروري بس البيت، ممكن يكون للمكتب او اي غرض ثاني يعني. نعم. بتعتقدي لينا انه ممكن التصاميم تساعد على الحفاظ على الثقافات والتراث في دولة؟ طبعا طبعا، يعني انا لولا خبرتي في الشغل في حاجات كثيره ممكن ما كنتش اعرفها عن الثقافه الاماراتيه. فطبعا الواحد، الثقافه هي حاجه قديمه جدا، الناس مثلا ممكن دلوقتي بتحاول انها تعززها عشان الجيل الجديد لما يجي يبقى لسه فاهم وعارف وحافظ الثقافه دي، وان هي ما ضاعتش، وبالذات من طريق الحفاظ على الحرف. مثلا الحرف الاماراتيه، في مصممين اماراتيين وغير اماراتيين كتير بيستعملوا الحرف القديمه لكن بطريقه معاصره في تصميمهم، وبيكون التصميم نفسه فانكشنال، يعني مش انه فقط عملي. المظهر بالضبط عملي، مش فقط المظهر المهم، بس كمان الحفاظ على الحرف، والسيدات اللي كانوا بيشتغلوا على هذا الحرف ان هم يضلوا يشتغلوا على الحرف الى يومنا هذا، ويكون جزء مهم من التصاميم المعاصرة للحفاظ على الثقافة. والإضافة دائما بتكون إذا المواد المستخدمة بتكون أيضا مواد مستدامة صديقة للبيئة، بتكون كل هالأمور عم تدعم رؤية دولة الإمارات. يقال أنه الفن بكافة أشكاله طبعا، والتصميم جزء من الفنون، مثل بداية للحديث، يعني ممكن إحنا نكون بمعرض، أوقف أنا ونوقف يوقف مهران مثلا، نحن ما بنعرف بعضنا، ولكن إذا بنوقف أمام العمل نفسه، التصميم نفسه، ممكن هالأمر يكون بادرة لحتى نتعرف، نتواصل مع الأشخاص، ناخد أفكارهم. قد إيه بتحسي هالأمر صحيح؟ صراحة هو يعني أسبوع دبي للتصميم ومعارض التصميم بشكل عام بتخلي الحديث بين الناس، مش ضروري بين المصمم والمصمم بس، حتى ممكن المصمم وشخص بيعمل في فئة تانية من الأعمال، أو الزوار، أو الزوار بالضبط، إن هما يكتشفوا قد إيه التصميم بيساعد الإنسان في حياته اليومية. إن هو الفكرة هي إن إزاي تقدر توصل للزوار إنه التصميم بيساعد وليس فقط مظهر، يعني هو مش بس ليس كماليات، ليس كماليات بالضبط. نعم. فإزاي إنه ممكن الواحد ما بيحسس، بس في الأشغال اليومية التصميم هو اللي بيساعدك يومك يبقى ماشي إزاي، يبقى عامل إزاي. فالحديث ده بين الزوار والمصممين أو المصممين والمصممين بيخلي الواحد يفكر أكتر، الأفكار بتزيد. صحيح. وكمان التعرف على ثقافات أخرى، يعني مش شرط الزوار بيكونوا مثلا من أهل البلد أو من العالم العربي، بيكونوا مثلا من بلدان أخرى، فبتبدأ الكونفرسيشن بتكون عبارة عن كيف أساعدك وتقدر تساعدني، وإزاي أنا أقدر I introduce الثقافة اللي عندي، تتبادلوا الأفكار. بالضبط، نتبادل الأفكار، ومن هنا بتبدأ تنمو الأفكار بشكل عام. نعم. طب بالحديث عن النمو لينا، حابة أنت فكرتك أو أفكارك تنمو أكثر وتنتشر أكثر، هل ممكن تشاركي بمعارض دولية كمان؟ طبعا، أنا صراحة الأساس هو أن المادة اللي احنا بنعملها اللي هي البلاي بوم، اللي هي من جريد النخل، أنا بشتغل على أنه المادة دي تكون متواجدة في كل مكان، فهي ممكن تستخدم للأساس، ممكن تستخدم في التصميم الداخلي مثلاً على الحائط أو حتى بالأرفف. فهي الفكرة أنه أقدر مش بس كمصممة أن أنا أصمم منتجات، بس كمان إزاي أنا أقدر أوصل المادة دي وأوصل فكرة الاستدامة لأكثر من طرق وأكثر من مصمم وأكثر من استخدام يعني. فطبعاً إن شاء الله في السنين القادمة ده يكون الهدف يعني. نعم. التصميم مثله مثل العديد من إذا بدك المجالات، خاصة بالموضة، يعني في صيحات معينة، في قصص رائجة، في توجهات بتكون رائجة بموسم معين، توجهات إذا بدك تضمحل وخلاص بتغيب. إلى أي مدى المصمم لازم يتبع الترندز أو الصيحات الرائجة، أو لا أنت بتفضلي يكون لك طريقك الخاص وتعرف الزبائن أنه لينا هيدا أسلوبها بالتصميم؟ طبعا هو لازم يكون في دمج من الاثنين، يعني لازم تحافظي على شخصيتك وتحافظي على اسلوبك في التصميم، بس في نفس الوقت الواحد يكون عارف وحاسس اللي بيحصل حواليه وداري بيه، عشان ما يحسش ان هو فجاه بيرجع لورا او فجاه هو بيتساب ورا والناس كلها ماشيه قدام. أوكي. فطبعا هو مش شرط ان انت تنطي على الترند في ساعتها، بس في نفس الوقت انك تخليه في بالك اذا كان يعني يمثلك او ان هو متطابق مع اعمالك يعني، فطبعا ممكن ان انت تشتغلي فيه، وممكن لا. يعني مثلا في ترند اللي هو الاشكال الاورجانيك اللي هي كرويه وهي القصص العضويه اللي غير منحوته. بالضبط. طبعا ده ترند كبير، لكن هو
ممكن ما يمثلش ناس كتيرة، ممكن الناس تحب تشتغل بالأشكال اللي هي السكوير الريكتانجل، وهي مرتاحة على الأشكال دي، وبالذات الخامات اللي هم بيستعملوها مثلا الحديد. من الصعب إن الحديد يكون يستخدم على شكل عضوي، لكن في ناس ممكن تفاجئك. هو الدمج بين الاثنين دائما احسن حل. دائما في تعليق بسمعه على التصاميم اللي بيكون اشكالها عضويه انه كانه العمل منه منتهي، يعني بتحسيه واقف بنقطه معينه. هيدا بيكون هدف ورؤيه الفنان، ولكن بتطلع انه الامر يعني القطعه ناقصه امر معين، الفنان بيكون سعيد فيها. هيدي هي هيدي كمان دي فكره تانية، انه الواحد ازاي مش شرط يحاول يكون يعني يوصل للكمال، ممكن يوصل الفكره بس بطريقته هو، وتحسي انه البيس او المنتج مش كامل، لكن هو بنظرته القصه اللي وراها. مثلا لو كان في بحث عن الثقافه وصلوا الى هذا الشكل، ممكن يكون كافي بالنسبه له، وممكن يعجب ناس وما يعجبش. طبعا طبعا. طب لينا، من خلال مشاركة في أسبوع دبي للتصميم، شو استفدتي؟ شو تعلمتي؟ هل شفتي مثلا ثقافات أخرى؟ تعلمتي حاجات جديدة؟ صرت تتكلم نفس اللهجة شوي؟ حسيت حاجات صراحة أكتر حاجة تعلمتها هو أنه الناس قد إيه إحنا ثقافتنا مختلفة، ولكن الأساس تقريبا واحد. لكن إحنا لمستنا واختيارنا لإزاي إحنا نعبر عن ثقافتنا في التصميم بتختلف. فمثلا كان احدى الاشياء اللي انا عملتها كانت لعبه الجاكارو، هي معروفه هنا بالعالم العربي لكن في ناس كتيره قوي ما بتعرفهاش، بس انا حبيت ان انا اعملها بالماده بتاعتي، انه عشان نحفز ان احنا الالعاب الاطفال والالعاب البورد جيمز تكون مصنوعه من ماتيريالز مستدامه. فطبعا الكلام ما بيني وما بين الناس اكتشفنا انه في العاب كتيره شبه الجاكارو بس في ثقافتهم هم، فقدروا من دي النقطه يفهموا انه اوكي لا احنا فعلا شبه بعض في حاجات كتيره، لكن طريقه الاستخدام وطريقه تعبيرنا عن التصميم بالضبط تختلف. فهي دي النقطه، يعني ان احنا قد ايه شبه بعض في حاجات كتيره، فبس لمساتنا وتعبيرنا مختلف. هيدا جمال الفن، بقرب وجهات النظر على اختلاف الثقافات. الفنان بيسعى اوقات او المصمم بيسعى ليكون عنده قطع تعتبر بكولكشن او مجموعه ليميتد اديشن، اصدارات محدوده، من جهه خدمه للاستدامه وللبيئه، ومن جهه ثانيه خدمه للتميز باعماله، حتى ما تكون اعماله موجوده اينما كان وتفقد من قيمتها الجماليه والماديه. إلى أي مدى هالأمر بيساهم بإبداع الفنان وبتطور التصميم؟ طبعاً هو يعني الإصدارات المحدودة حسب إيه السبب؟ يعني ممكن الإصدار المحدود يبقى عشان الفنان أو المصمم هو بيشتغل بإيده، فما يقدرش إلا يعمل مثلاً 10 قطع في السنة، وعايز يغير، عايز يشتغل على حاجة تانية، فبيكون مثلاً ده سبب مقنع. مثلاً في مركز تشكيل هم ريسنتلي صمموا كراسي مصنوعة من شجر الغاف اللي وقع أثناء الإعصار أو الستورم اللي كانت حاصلة من كام شهر. فشجر الغاف قد ايه هو عزيز على طبعاً على شجره الامارات رمزيه بالضبط، وهم ما يحبوش ان هم يقصوها، بس هم استخدموا خشب من شجره الغاف اللي شجر بس اللي كان واقع، وعملوا منه كراسي بتصميم جميل. فهي فكره الاستدامه في ان هي اصدار محدود، ارقام معينه من الكراسي طبعا، لانها فقط الاشجار اللي كانت تضررت في الاعصار. جميل الفكره بالضبط بالضبط، فديبندز على السبب. يعني لو السبب فعلا انه عشان الطريقه او الاستدامه، فطبعا هو شيء جميل انه يكون في اصدار محدود، وكمان بيساعد انه الفنان او المصمم يكون له فيزيبيليتي اكثر. ايه بيكون موجود، يعني موجود على الساحه اكثر. بالضبط موجود على الساحه اكثر، وممكن من خلال ده انه هو يصمم حاجات اصغر واكثر، لكن يكون عنده دائما كل فتره فتره اصدار محدود. كان هيك بحيط بنفسه بهاله من الغموض، انه انا ما راح اكون بمتناول الجميع بكل الاوقات، قطعي فريده ولازم الشخص هيك يسعى حتى يقتنيها. يعني اي حاجه اللي هي الواحد ما بيلاقيهاش بسهوله بيبقى عايزها اكثر. صح طبعا، دي حاجه بتستخدم في الماركتنج، اساليب الماركتنج. سالينا نحن عن الويتنج ليست. الويتنج ليست دائما عندها شعور خاص. بالضبط، وفي براندز كتيره مش بس تصميم الاثاث والمنتجات، بس حتى تصاميم الشنط هاي الأغراض، إنه بيستخدموا الأساليب الإصدار المحدود عشان الواحد يشتريها، أو حتى يتوجه ويشتري منتجات أخرى بس يبقى ظاهرة التصميم موجودة. يعني باختصار لنا، مين دعمك في مشوارك الإبداعي ولمين بتوجهي تحية؟ سوري؟ مين دعمك في مشوارك الإبداعي ولمين بتوجهي تحية؟
صراحة أنا بوجه تحية للشيخة لطيفة بنت مكتوم، هي دعمتني كتير وبالذات الدعم في برنامج التنوين من تشكيل، هو برنامج 10 شهور، فأنا من خلال هذا البرنامج ابتكرت الماتيريال بلاي بون، وبشكر طبعا أهلي وأصدقائي. الحمد لله نحن بدورنا بدنا نشكر وجودك معنا. شكرا. لينا غالب مصممة مشاركة بمعرض مصممين من الإمارات ضمن أسبوع دبي للتصميم، شكرا لك وكل التوفيق. شكرا شكرا شكرا.